الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء الأنصار في بيعة العقبة فقال له عبد الله بن رواحة: يا رسول الله خذ منا، يعني خذ العهود. قال: أنا آخذ لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وآخذ لي أن تحموني مما تحمون منه أموالكم وأنفسكم. قال ابن رواحة: فماذا لنا إن نحن وفينا؟ يبقى لنا إيه بقى؟ ماذا قال رسول الله؟ أقال لهم: ستفتحون قصور بصرة والشام وتبقوا ملوك وتقعدوا على الزرابي وتبقوا مش عارف إيه وتتفتح لكم المشرق والمغرب والدنيا؟ ما قالش حاجة من دي. قال: بأن لكم الجنة، لأن كل شيء في الدنيا تافه بالنسبة لهذا الثمن، وأيضا لأنه بمجرد عقد الصفقة العهدية بين رسول الله وبين الأنصار من الممكن أن يموت واحد أو اثنين أو ثلاثة قبل أن يبلغ الإسلام إيه حظه وذروته. يقوم لما يقول لك: طب هو فلان مات يا أخوة، ما خدش حاجة من اللي قال عليه، إنما لما يقول بأن لهم الجنة ياخدها بإيه؟ على طول كده. وبأن لهم الجنة يبقى ده الثمن، وما دام أن بأن لهم الجنة يبقى ده وعد، وعد بشيء يأتي بعد، ولكنه وعد ممن يملك الإنفاذ، لأن الذي يقدح في وعود الناس للناس أنك قد تعد بشيء ولكن لا تظل حياتك إلى أن تفيده، قد تعد بشيء ولكن إمكانياتك بعدين ما تقدرش تنفذه. إذن الوعد الكويس يبقى من مين؟ ممن يملك ويقدر وحي لا يموت، يبقى هو ده الايه الوعد.